السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف صحة وألف خير. معاكم أم أحمد من مطبخي، مطبخ البيت المعمور. إن شاء الله النهاردة هنعمل مع بعض الفطير الفلاحي بالجلاش يا حبايبي. بس النهاردة بقى هنبندره وهنعمله بالسكر والمكسرات. هنبدأ بسم الله. دي لفة جلاش يا حبايبي، نص كيلو أي نوع جلاش، زبدة، زبيب، زبادي، قشطة، سوداني. هنبدأ بسم الله. دلوقتي يا حبايبي هناخد الزبدة دي نفكها، تفك من بعضها بس مشان نخليها تسخن جدا، يعني تفك بس من بعضها. دلوقتي يا حبايبي فككنا الزبدة من بعضها، ها زبدة فرنة دي يا حبايبي. دلوقتي يا حبايبي عندنا علبة زبادي بلد اهي، اي نوع زبادي عند قشطة يا حبايبي اهي من عند اللبان، قشطة عادية خالص يعني مش لازم قشطة وش اللبن يعني. دلوقتي يا حبايبي ده سكر بودرة عاملاه في مفرمة الخلاط اهو من عندي وحطيته في الخلاط، 5 معالق يا حبايبي مهرمين. ولو السكر على حسب الرغبة، لو عايزينه مسكر عن كده براحتكم. هنقلب دلوقتي المكونات دي مع بعضها كده. ايه رأيكم يا حبايب؟ الطبق صغير على المكونات، هنقله في طبق كبير. لا هنقلبه بأمر الله يبقى زي الفل. دلوقتي هنحط معلقة بيكنج بودر يا حبايب صغيرة. دلوقتي هنقلب البيكنج باودر مع القشطة مع الزبادي مع الزبدة مع السكر. لازم يا حبايبي تقلب كويس جدا. بص يا حبايبي المكونات بقت عاملة ازاي، بقى قوامها عامل ازاي. ده قلبنا المكونات اهي ونشوف هنعمل ايه. سوداني من غير ملح قشرته وحطيته في الكيس وكسرته بالكوباية كده اهو يا حبايبي، كده نكسره كده، ما نحطوش في مفرمة ولا كلام من ده لحسن يبوظ الحاجة معاكم. نحط كده السوداني على الزبيب. ودول يا حبايبي شوية شوكولاتة بيضة عندي مبشورين هحطهم عليه عادي. لو ما عندكوش ده انا زيادة عندي، يعني ايه كانوا مبشورين عندي قلت اما احطهم في الفطير. لو ما فيش شوكولاتة احط معلقتين سكر بودرة مع المكونات دي اهي يا حبايبي. نقلب كده. انا بحط جوز هند مع المكسرات يا حبايبي بيخليه روعة. بس بنتي وجعلي دماغي ما بتحبش جوز الهند، بس جوز الهند بيخليه حكاية. انا حطيت شوكولاتة بدأ قلبتها. وقت هندهن الصينية زبدة يا حبايبي. دلوقتي يا حبايبي جبنا ورقتين جلاش اهم. لو في حاجة مقطوعة مش مشكلة، هتبقى روعة. هنجيب الخليط اللي عملناه مع بعض هنحط فيها كده يا حبايبي. نجيب كمان ورقتين كده اهو، وكمان ورقتين كده يا حبايبي اهو. احلى حاجه بقى الفطير بالمكسرات بالسكر ده بيدفي جدا. نجيب كمان ورقتين يا حبايبي اهو، هنحط كده كل الكميه كده داير داير كده على الصينيه كده، وقصادها كده ورقتين يا حبايبي اهو. هنخلي كل الصينيه داير داير كده، ندهنها كده بالخليط اللي
بص يا حبايبي، جبت الصينية اهي داير ندير بالورق الجلاش اهو، ونحط كده نخلص كل الكمية بالشكل اللي عملناه مع بعض ده. دلوقتي يا حبايبي حطينا الورق المقطع في قلب الصينية اهو، ونحط بقى الحشوة في قلبي. بسم الله. دلوقتي يا حبايبي حطينا المكسرات اهو، هنجيب دي كده ورقتين ورقتين برضه، يعني ما نقلبهاش كلها نوبه واحده. اخر طبق يا حبايبي هنقفلها مع بعض اهي. بسم الله يا حبايبي. يا حبايبي خلاص كده هو يا حبايبي، هنجيب المعلقة معلقة كده وندوس عليها من الحرف كده، نمشي عليها الفرشة بالراحة كده، هيبقى جميل جدا بأمر الله، أحلى فطير. وادي الفطيره خلصت يا حبايبي، هنحطها في البوتاجاز على درجه حراره 190 على الشبكه من النص، وارجع لكم. وادي يا حبايبي الفطيره الجلاش بعد ما خلصت اهي، روعه. هنسيبها تبرد وهنقطعها مع بعض يا حبايبي. شو انا حطها في صينيه عشان ممكن تحرق المفرش. دلوقتي يا حبايبي الفطيره استهدت اهي، هنحاول نشيلها في سيرفيس عشان نعرف ايه نتحكم فيها نقطعها. يعني اقطع حتة واوريها لكم كده يا حبايبي. اهي يا حبايبي فضينا الفطيرة في السيرفيس اهي، الصينية اهي يا حبايبي، مفيهاش اي حاجة محروقة ولا لازقة ولا كلام من روعة يعني. اهو يا حبايبي، اهو يا حبايبي، بصوا الفطيرة عاملة ازاي. بصوا يا حبايبي، بصوا التوريقة، بصوا فوق الوصف، بصوا الحشوة اللي جواه، بصوا توريقة الفطيرة يا حبايبي، بصوا روعة روعة. جربوه بالطريقة دي يا حبايبي، هيعجبكم جدا جدا جدا. ولو عجبكم الفيديو يا حبايبي ما تنسوش تدعمونا بلايك وشير واشتراك للقناة، وبدعواتكم يا حبايب قلبي، حبكم في الله ألف هنا وشفا، شير في الخير يا حبايبي.